السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مجموعة حلقات مسلسلة هنسميها مشروع تسمين الأغنام بالتفصيل. مشروع تسمين الأغنام من أول الاستقبال لحد البيع إن شاء الله. بداية طبعا أول حاجة قبل الاستقبال في مواصفات خروف التسمين، طبعا ارجع للفيديو للقناة مواصفات خروف التسمين بالتفصيل، أنا شرحه إن شاء الله الشرح كافي ووافي. اللي عاوز يرجع لمواصفات خروف التسمين عشان قبل ما يشتري يرجع للفيديو في القناة، الفيديو اسمه مواصفات خروف التسمين. دول إن شاء الله لسه جايين النهاردة، احنا النهاردة التاريخ 8/8 لسه جايين النهاردة بعد الظهر، احنا دلوقتي بعد العصر. الدولة طبعا 23 نتاية مفهومش ولا ذكر، كلهم نتايات. هندخلهم دورة تسمين سريعة من 60 لـ90 يوم كحد أقصى، وهنوريك دورة التسمين السريعة المكثفة كلها فيديوهات عملية. بس طبعا لأن أنا تاجر بالدرجة الأولى، بتاجر يعني أنا جايب كل حاجة وجايب الأدوية وجايب كل حاجة اللي هنستخدمها، بس بنشتغل يعني زي بيقولوا كده بالمصري على الحبلين، بحيث بنسمن وفي نفس الوقت لو جه زبون بنبيع مباشرة مفيش أي مشكلة. بس طول ما هم قاعدين إن شاء الله هنشتغل السلسلة مع بعض زي ما قلنا من أول استقبال الغنم لسه جاية النهاردة لغاية إن شاء الله البيع. هنبدأ أول حاجة حلقة النهاردة عشان ما نطولش عليكم، لأن الفيديوهات مش هتكون طويلة إن شاء الله عشان في ناس بتشتكي من طول الفيديو، هنحاول نختصرها قدر المستطاع، ما تزودش عن 5 دقايق قدر المستطاع، يعني لو طال وصل 10 دقايق كحد أقصى. المهم الاستقبال أول حاجة الغنم دي جاية بعد الظهر، النهاردة كان الجو حر خالص. ابعد عنها المية، ما تحطلهاش المية مباشرة الأول ما تيجي، تسيبها تريح على الأقل ساعتين وبعد كده تحط لها المية. أنا جبتها بعد الظهر لسه هتطلعها مية بعد العصر أهي، شربوا جردل وده الجردل التاني. الاستقبال طبعا الغنم زي ما أنت شايف مش كلها وقفت، الغنم دي مش كلها جاية من مكان واحد. أنت لو بتشتري غنم من مكان واحد والراجل بيعلف علف مفتوح هيقول لك بكل ثقة اعلف علف مفتوح وما تخافش، ما تخافش من الغنم من اللكمة، ما تخافش من اللكمة. لكن الراجل ما بيعلفش هيقول لك لا خلي بالك من اللكمه. فالغنم دي مش جايه من مكان واحد، جايه من كذا مكان. فبص ده ديت واقفه على علف باين من ظهرها ما شاء الله، باين عليها طبعا متقدر ظهرها بيبان اللحم. دي واقفه على علف، البيضه الثانيه دي كمان واقفه على علف، والبيضه دي كانت واقفه على فوق السمره، باين عليهم رسمه واحده، هم اربعه اهم، ادي واحده 2 3 4 دول كانوا واقفين على علف، دول ياكلوا علف مفيش مشكله. لكن في حاجات ثانيه كتير، دي ما وقفتش على علف خالص، دي فاضيه خالص، دي ما وقفتش على علف برضك، في مجموعه تانية لسه صفتها الصفرة دي ما وقفتش على علف. فاحنا تجنبا لكده هندرجهم كلهم مع بعض خلال اسبوع نوصلهم لاعلى كميه علف على طول خلال 7 ايام من اول يوم الاستقبال. طبعا عشان تستقبل وتتلاشى اللكمه بالكامل انا بستقبل رقم واحد على الدريس، ادي الدريس اهو، دريس الصراحه انا بعتبره رقم واحد في التسمين. الدريس ده عامل اساسي عندي ما بستغناش عنه خالص طول السنه، طبعا بتيجي في اواخر الصيف وبتخزن لك شويه عشان يمشوا معاك الشتاء. تستقبل الدريس ما تخافش، الغنم بتاكل دريس براحتها خالص، ما فيش اي لكمه ما فيش اي مشاكل ان شاء الله تحصلها، ما فيش اي مشكله، تاكل لما تشبع دريس. وبعد كده هنرش لها العلف واحده واحده، وهنوريك بكره ان شاء الله مش النهارده لان الطواي لسه ما ركبتش بتاعت العلف، زي ما شايف المكان لسه تحت الانشاء، فلسه المكان لسه جديد لسه داخل فيه، بس الغنم جت بسرعه لسه الطويل ما ركبتش. فهنوريك ان شاء الله بكره باذن الله هنعمل فيديو عشان العلفه، الناس اللي بتفرح بكب العلفه هوريك الغنم دي هتعمل ايه في العلف اول ما تشم ريحه العلف، بس هوريك هيحصل لها ايه. على هتشوف انت بنفسك، كله فيديوهاتنا ان شاء الله عمليه. اللي حابب يتابع نص الفيديو دلوقتي، اللي حابب يتابع ما ينساش يشترك في القناه عشان يبقى فيه ان شاء الله كل يوم او كل يومين في اي حاجه جديده هننزل بيها فيديو مباشره ان شاء الله عشان نتابع بعض والكل يستفيد المشروع بالكامل. طبعا لسه طبعا في ادويه هياخدوها كله هنتكلموا عنه، في علاجات، في بعض الحاجات عاوزه تتعالج، انا بنقول لك برضك علاجات ما تمنعش اننا نشتريها، حاجات ما تمنعش اننا نشتريها. يعني مثلا نبذه سريعه كده، زي مثلا الافرازات في الانف، بس طبعا هي ممكن اتمسحت دلوقتي، في كذا واحده كان فيهم افرازات بس مش هتبان دلوقتي ان هي الصراحه اتمسحت في العلف، كان في كام واحده كده. على العموم انا جايب دواء وهنقول لك ايه الدواء اللي هستخدمه الممتاز في الافرازات دي، وجايب الدواء معايا وكل حاجه ان شاء الله بكره هنستخدمه.
كل الخطوات من الأدوية، من التجريع في الأول في الاستقبال، من أي أمراض قابلنا هننزل بفيديو إن شاء الله لغاية التسوية. طبعا هنعلق لهم أرقام إن شاء الله، كل واحد بالرقم بتاعه، هتتوزن، هيتم وزنها إن شاء الله. الخطوات بالكامل هنقولها مع بعض بالتفصيل، بس أنت بتصوش تتابعنا، تشارك مع تشترك في القناة وتعمل متابعة عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله مفيد. ده كده هنستكفي النهاردة بالاستقبال. أنا استقبل على الدريس بس النهاردة أول يوم، مش هنحط علف، دريس فقط لا غير، ياكلوا لحد ما يشبع. دي عينة أنا حاططها الديز ده، مش الكمية اللي هتكفيهم طبعا، دي عينة بوريك بس بوريك المعلومة مش أكتر. وفنها طبعا متنساش الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.